أنا الأوان إنه نسمع رفاقنا العرب. حضرنا لهذا السيشن مداخلتين، واحدة من شباب من الخليل اللي أسسوا حركة للنضال السلمي، بيشتغلوا كانوا مع شباب في الخليل، ما قدرناش نجيبهم بسبب منع دخولهم لإسرائيل. شناب إليم شي أمورين هايو أمورين لدبر مخيفرون لو يخلو لهجيا بجلال سيروف شي كيبالنو كش نسينو لهوتي لهم شوري كنيسة، אבל לא ניסינו כמובן להביא את הפעילים מעזה, לכן רצינו לעלות אותם בטלפון. רחין דמלנה סיגל, אולי תעזרי להם הטלפון שלך. راح ينضم لنا شاب او ناشط من غزه اسمه حسن الكرد، كان من مبادرين لمسيره العوده الكبرى في شهر 3، وعم بستنى، وحتى الانترنت مقطوع هناك اليوم فاضطرينا نطلعه على التليفون. حسن الكرد هو من يزميم شل הפגנות על גבול עזה והפגנות השיבה שהתחילו לפני 6 חודשים, אם אתם זוכרים, עם האוהלים והפעילות, ויש לו מסר אחד או כמה מסרים להעביר לנו, אז אנחנו מנסים להתקשר אליו עכשיו. תפדל חסן. נעם. לפני שנתיים אכתר שיר בביע العربي اللي حدث في عام 2011، خصوصا تجربة مصر، فاحنا قررنا تبني نهج المقاومة السلمية، إن احنا نذهب نعتصم على الحدود اللي بيننا وبين جيراننا، نطالب بحقوقنا بشكل سلمي. وفهمنا الجميع بما فيهم الفصائل والحركات الفلسطينية إنه احنا بنرفض أي شكل من أشكال العنف. مجرد إن احنا نقف نعتصم، نرفع لافتات، رايات، نذكر يعني جيراننا إنه احنا يعني إن حقوق، إنه إحنا حقنا نعيش مثلاً زيهم زي باقي البشر. وفي 2011 كان يمنع حراك، صح إنه شمل 5 مناطق لكن كان ليوم واحد. استمرينا بالدعوة والاجتماع مع الفصائل، مع الحركات، مع المؤسسات الأهلية المدنية. في السنوات الماضية أسسنا قاعدة شعبية. العام هذا قررنا احنا نبدا طبعا بالتنسيق مع كل الفلسطينيين، وصار حراكنا. ربما يكون في بعض الاشياء العنيفه اللي بتصير في الحراك اليوم احنا طبعا ضدها، سواء من اشعال اطارات او القاء حجاره او مقاليع او اي شيء ممكن يعرض للاذيه. احنا بدنا رسالتنا تصل بشكل حضاري وبشكل انساني لجيراننا، انه احنا لازم يعني يطلعوا لنا انه احنا حقنا نعيش مثلهم او زي باقي شعوب الارض. هذا شيء طبعا يعني نتامل نوصله بدون خسائر لا منا ولا منهم. يعني هذه الارض هي ارض سلام، ارض محبه. طول تاريخها من 100 عام، من 1917 ل 2017 دم، حروب، انتفاضات. لا هم اخذوا الراحه ولا احنا اخذنا الراحه، لا هم عايشين كويس ولا احنا عايشين كويس. احنا نحلم يعني بمستقبل جديد، مدينه فاضله، انه يكون فيها الناس عايشين يعني بمحبه، تفاهم، حوار. نعم. نعم. نعم، اكمل؟ نعم. احنا بنآمن الان انه احنا نصنع جيل جديد، الشعب الفلسطيني خصوصا في غزه اكثر منطقه فقر وبؤس وحرمان، انه هذا الجيل يتبنى هذا الاسلوب من النضال، النضال السلمي. وبالفعل يعني احنا كثير وجدنا قبول من الشباب ومن الجمعيات الاهليه والمدنيه وحتى الفصائل نفسها اللي كانت ترفض هذا الامر سابقا، مهما كانت مضطره فاصبحت تتقبله لو شيء بسيط جدا، لو 10%، وصارت تتبنى هذا النهج. فاحنا بنآمن انه يوجد عندنا جيل فلسطيني من غزه يعمل بهذا الاسلوب، ونتامل من الجمهور المقابل جيراننا انهم يعني يكونوا داعمين لنا، انهم يساندوا خطواتنا، يعيدوا خطواتنا، يحاولوا يغيروا الواقع اللي عندهم. يعني
بقولها بكفي دم بكفي موت في هذه المنطقة. سنين طويلة بتعيش في آلام ومعاناة وحزن، الأمهات سواء هان أو هناك بعانن، فإحنا بدنا إياهم الطرفين يعيشوا بحياة سلام وأمن. الجيل الفلسطيني يمكن لسه في عنده شوية عنف، يعني أنا ما بعرف صار عنف على الحدود من عندنا، لكن يمكن العنف هذا يكون رد فعل لأطلاق نار، لإصابات، لا بشوفوا شباب بتموت. إحنا طبعا لا نؤيد هذا العنف حتى لو تمارس ضدنا عنف، ونأمل إن نصل للمرحلة هذه إنه شبابنا ما يقابل العنف بالعنف مهما كان السبب. مش عارف أجعبال الصبح فكرة إنه لو العالم تدخل بيننا وعمل مدينة فاضلة حط فيها جيل جديد إسرائيلي وفلسطيني من غزة وقال لهم ابدوا حياة جديدة، حياة جديدة إنه أنتوا تزوجوا من بعض، ازرعوا مع بعض، افلحوا مع بعض، وتكون هذه المدينة نموذج التعايش بيننا وبينهم. أنا ما بعترض، حتى أصدقائي ما بعترضوا هذا الكلام، يعني إحنا نبدأ نعمل واقع جديد من ثم أنه السلام عام كل المنطقة، هم بشر وإحنا بشر، هم حقهم عيش وإحنا حقنا نعيش، فنأمل منهم يكون هم ضاغط معنا في هذه النضال السلمي، يكون هم معين لنا للأبد يتغير هذه النظرية، يتغير هذا الموت اللي عايش في منطقتنا من 100 عام. فياريت يعني إحنا نلاقي في الجمهور الإسرائيلي ناس متأمدين وداعمين لهذه الفكرة، إنهم يتحركوا معنا، إنهم يوصلوا الرسالة الأكبر قدر ممكن من الإسرائيليين، إنه هذا الشعب بس حق الحياة، وإحنا يعني إن شاء الله حنكون في غزة زيه على الرغم من الحصار والجوع والفقر الموجود. وبالنسبة لل يعني للحكومة الإسرائيلية لازم تخفف من عنفها، يعني أنا بشوف فيديوهات صور إنه أطفال صغار بموتوا، ما كان شكله خطر على أي إنسان في الدنيا، حتى هو الولد الصغير يمكن رايح غد يلعب، بقول إنه رايح يلعب يعني زهقان مش لاقي مكان، برجع لأمه قتيل، يعني بالفعل إحنا لو نلاقي الجمهور الإسرائيلي ناس يدعموا هذا الاتجاه، أنا بوعد إنه في غزة يكون عشرات الآلاف يدعموا هذا الاتجاه. ويساندوا وإحنا نغير ثقافتنا كمان، إحنا ثقافتنا ممكن نغيرها، لكن بدنا يعني الطرف الآخر يتخلى عن العنصرية إنه إحنا مواطنين أقل، وإن شاء الله نتأمل إن المقاومة السلمية تصبح نهج عند الشعب الفلسطيني، وهي الحمد لله موجودة حاليا، يعني كثير من الشباب والتجمعات تؤمن بها وبتأيد حراكنا، فإن شاء الله يعني الأمور تصل ما نريده. نعم سامع. إذا بالعبراني بترجم لك وبتجاوب ماشي؟ نعم تفضلي. اوكي. ام لي مش في اسئله انا اسمح لعبير. في أخ هنا بيسأل كيف ممكن حدث او مظاهر او نشاط غير أليم أو غير عنيف بتحول لمحل أو لمظاهرة عنيفة، كيف ممكن نسيطر على هذا الإشي حتى ما يستغلوه جهات أخرى؟ النشاط العنيف اللي بيصير من ناحيتنا؟ لا، النشاط سلمي بتحول لعنيف، كيف نقدر نمنع لا. هذا الإشي ونمنع أنه يستغل النشاط السلمي لمآرب أخرى، يعني كيف عملياً تعرف الناس اللي بيستغلوا النشاط السلمي لمصالحهم أجنداتهم؟ لو سمحت كتبت لي على الواتساب رسالة بكون أفضل، بس أنا يمكن فهمت السؤال. إحنا ضد العنف مهما كان المبرر، حتى لو كان في عندنا موت أو إصابات، النشاط اللي عندنا احيانا تحول لشكل عنيف لكن مش بشكل كبير. الشباب حتى يعني اكبر شيء بتعمله انه ممكن مع حجر او مقلاع من مسافه طويله جدا 500 متر 700 متر ما حتأذي حد، هي مجرد شكل من اشكال الاحتجاج. وبنتواصل مع احنا مع الحركات الفلسطينيه انه هذا النشاط العنيف لازم ينتهي من ناحيتنا، وهم بتفهموا يمكن لاول مره في تاريخهم، هذا شيء جميل. رغم اني ما سمعت السؤال كويس. كمان سؤال او شيء لا.
نعم احنا نتامل من الجمهور الاسرائيلي الداعم للسلام المؤمن بحق الاخرين في العيش انه يعني يتظاهر معنا في الايام اللي احنا ممكن نتحرك فيها هم يتحركوا لو في اقرب نقطه الى الحدود يرفعوا مثلا شعارات انه يكفي حرب يكفي دم يكفي موت نبدا حياه جديده احنا والفلسطينيه هذه المنطقه صغيره لكن تاخذنا احنا الشعبين لازم هم يوصلوا هذه الرساله لاكبر قدر ممكن من الاسرائيليين انه في حد في غزه ممكن تحكوا معه وفي الضفه وفي كل الجماعات الفلسطينيه ثقافتنا احنا يعني كويسه في غزه رغم العنف اللي بتشوفوه فالجمهور الاسرائيلي لازم ياثر على الاكبر قدر ممكن من الاسرائيليين انهم يصبحوا داعمين لهذا الخطوات ممكن تظاهره بسيطه ممكن رفع مطالب بتأييد حق الفلسطيني بالعيش الكريم هذه خطوات يعني احنا بنقدرها في غزه والناس بتنبسط لما تلاقي انه ناس في الجمهور الاسرائيلي بتأيد حراكه نعم عد شئلة كمان سؤال نعم احنا يعني لحظه فهمته وحكى عبراني نعم احنا سعيدين بوجود مجتمع في اسرائيل يرفض العنف ويفكر في طريقه جديده نتامل من انه هذا المجتمع يكبر ويكبر واحنا المجتمع اللي عندنا يكبر من اجل انه احنا نوصل لمرحله نوقف فيها الالام الموجوده في هذه المنطقه وهذا شيء جميل وبسعد القلب انه في ناس يعني في الطرف الاخر تجتمع لنا وبتفهم الذائقه اللي بيعيشوها اهل غزه فان شاء الله هذا شيء جميل جدا يعني احنا ممتاز انه يكون في المجتمع الاخر ناس يتفهموا هذه الرساله. وسالك هيك شفت الرساله. نعم احنا بنمثل احنا يعني سعداء جدا بوجود وعنا لشئلة 100 نعم مستحبين هذه المطالب نتامل تكبر هذه الشريحه عندنا وعندهم شريحه المجتمع المحب للسلام التفاهم الحوار ان شاء الله يعني الامور بتكون طيبه ان شاء الله الامور بتكون طيبه ان شاء الله وبتصير للافضل المهم انه يعني الفئه هذه تكبر سواء عندنا او عندهم المايقن الحوار والتفاهم الشريف هذا من الشباب شباب الجداد في عندنا ناس يعني غير منتميين لا لحماس ولا لحزب شباب الجداد حتى اصبحوا بقول يمكن لا يؤمنوا بهذين الحركتين لانه نهج جديد شباب مش شرط انهم منتمين للحصار الفلسطينية إيه كمان سؤال قد شئلة أدوني كان نعم شباب الجداد يعني طيب لحظة شوي احنا يعني مش تابعين لحد ولا تابعين لاي جنة مجرد شباب يعني صغار في السن امنا بهذه الفكره وبنعمل انه ننشرها في المجتمع الفلسطيني ان شاء الله بعده عم شايفه عد له راتا شيلة كان في سؤال عن اي قناه اعلاميه صادقه او عادله ممكن يشوفوها الاجانب او من هذا الطرف اللي بتنقل الاخبار اخباركم صح احنا وسائلنا للتواصل اللي هي صفحه على الفيسبوك اسمها مسيره العوده الكبرى وبعد ما بهمناش من الاعلام احنا من خلالها بنتواصل مع الاخرين انت تقول على الفيسبوك اسمها مسيره العوده الكبرى اوكي he said mainly that the most honest thing is their website or their Facebook page. I will put it now like online. مسيرة العودة الكبرى بعربي بالإنجليزي إيش اسمكم أخ حسن؟ كمان سؤال طبعا احنا يعني قلاين التنلو لعنوت بنرفض الاشكال العنيفه لكن ما بنقدر نوقفها يعني بنحاول عن طريق الحوار والتفاهم وايصال الرساله الندوات نوصلها للشباب الصغار انه ما يستخدموا وسائل عنيفه انه بيعبروا عن رايهم بطرق سلميه وحضاريه لكن من ناحيه عمليه لا نستطيع ان نوقف الا مجرد التوجيه والارشاد
وعبر عقد ندوات وصل هذا الفكرة. اوكي، عندي سؤال كمان. سؤال طب كثير متأسفة على كل الصعوبات التقنية، بس يمكن هاي واحدة من الأشياء اللي احنا بنواجهها دائما. يعني كل واحد بيعرف المظاهرات وبيعرف النشاط السياسي بقديش موضوع التقنيات احنا ضعاف فيه، وبغزة اكيد اكثر. يعني الشخص حسن كان حامل اكثر من تليفون حتى نقدر نجرب سكايب وواتساب وكل البرامج اللي بتتخيلوها حتى يزبط. بتأمل يجي يوم انه نستضيفه هو شخصيا. اني قد متنتسلت على كل البلاغان التكنولوجي، بس زي خلق ما مציאות حياه كل الاكتيفيستيم ובמיוחד בעזה, כאשר בן אדם אחד מחזיק שלושה טלפונים, שלושה רשתות ומחכה לנס בדיוק. האינטרנט והחשמל, לא צריך להכביר מילים.